فندعو الله سبحانه وتعالى ان هو يجعلنا من اهل الخير والسلام، واجعلنا دايما من اهل العافيه، واجعلنا دايما من اهل المحبه. يا رب يا رسول الله، نحن جلسنا في محبتك، وجلسنا ونحن لا نرجو الا ان ندخل السرور على قلبك، باننا نفرح بانك كنت لنا رحمه وكنت بنا رؤوفا. ما اجملك يا رسول الله، ما احلاك، ما اشهى ذكراك. هذه ليست ذكرى ولكنها حياه يا رسول الله. نشهدك باننا نحيا بك وسنظل نحيا بك في كل مكان، فتشفع لنا عند ربك ان نبقى في محبتك، وان نذوب في ودادك، وان تحلى حياتنا بنظره منك وبصحبه لك يا رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله يا رسول الله. نبقى معك على الدوام، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا طيبين مطيبين بنور أبي الطيب، وأن يقسم لنا ما يقسمه من محبة للأبرار وللمحبوبين على الدوام يا رب العالمين.